والله مديه. شفت يا كبير؟ استلقطت لي عده تليفون، انما ايه؟ كاميرتين وتلفزيون 14 قناه وجراب. اصل العيال شويه السنين دول رايحين يعملوا مصلحه حلوه في مصر، فانا قلت ايه؟ هم قالوا لي 100 دولار، بس انا قمت عصرهم ودافع لهم 150، عشان خاطر ايه؟ ناكل لقمه حلوه هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. ده بيبوظ بسرعه. ايه ده؟ بجد يا كبير؟ على شاشه ولا زراير؟ لا 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 لا، الصين هتضحك على عبد الجليل؟ يمين بالله يمين بالله، ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله، خد يا خد يا خد يا ابل فلوسي. بقول لك ايه؟ ابل فلوسي. البلد لا البلد ابقى في نفوقك.